باسم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وكذلك باسم الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي. تعتبر هذه الوقفة هي وقفة تسجب وتضرب على كل الأيادي التي تمس بوحدتنا المغربية والتي تحاول أن تخلق انشقاقا وتفرقة على مستوى البلاد المغربية، باعتبار أن هذه الأخيرة لا تقبل التجزيء ولا تقبل يعني التفرقة. باسم كل الإخوان والأخوات جهة مراكش نقف اليوم إلى جانب الإخوان الآخرين الذين يعني استنكروا هذا العمل الشنيع الذي بفعل يعني عوامل خارجية تسعى إلى خلق نوع من البلبلة ونوع من التفرقة. فنحن اليوم في هذا المكان نعبر عن رفضنا لهذا السلوك اللا أخلاقي اللا إنساني الذي يسعى في يعني خلق التفرقة بين الشعوب المغاربية والشعوب العربية، وهو الأمر الذي يحدونا إلى العمل على خلق وحدة عربية مغاربية حتى نستطيع درء كل المخاطر ويعني الأخطار الخارجية التي تحيق بهذه الشعوب. هي وقفة خاصة بأعضاء منظمة وبالمكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي، بالخصوص على اعتبار أن هذه الوقفة هي مؤازرة لباقي المكاتب الأخرى في باقي الجهات. طبعا المكتب الجهوي للمنظمة تنظم اليوم وقفة احتجاجية واستنكارية ضد الأفعال الجرمية اللي قام بها الرئيس التونسي تجاه المملكة المغربية، وذلك باستقباله لرئيس البوليزاريو الانفصالي إبراهيم غالي. طبعا وباختصار شديد، ما تحتاجش كي تنقولوا حنا المغاربه نعاودوا فيها الهضره، الصحراء مغربيه وغادي تبقى مغربيه، رغم ان في اي واحد بيقول الصحراء غير مغربيه. وبطبيعه الحال هذا الحدث تاريخي واستثنائي للدوله التونسيه في اتجاه الدوله المغربيه، وكلنا تنستنكروا هذا الفعل، وكذلك الشعب التونسي تيستنكر هذا الردو هذا الموقف وهذا الفعل الاجرامي اللي قام به الرئيس التونسي ضد المملكه المغربيه. وتنرجع نقول لكم انه صحراء مغربيه وغادي تبقى صحراء مغربيه وكلنا مغاربه ان شاء الله. نحن هنا اليوم لنعبر عن رفضنا التام لما قام به مؤخرا الرئيس التونسي، هذا العمل الذي يضرب يعني عرض الحائط كل الاعراف الدوليه وكل يعني المكاسب التي كانت ما بين الشعبين الشقيقين التونسي والمغربي. فنحن اليوم يعني متفاجئون، فنحن يعني كالجميع يعني الدول وكجميع المتتبعين فنحن نتفاجأ لهذا الفعل الغير المسؤول والغير المحسوب، ونحن هنا لنعبر عن رفضنا التام لما قام به، ولنقف كرجل واحد وراء جلالة الملك للدفاع عن وحدتنا الترابية المقدسة تحت شعار الله الوطن الملك. تابعونا معنا فلاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.